مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غادي نقدم واحد الحلقة ديال حزن الارانب، يعني واش ممكن ان الارانب حتى هي كتحزن واحد اللقطة، يعني في واحد المرحلة وكتولي مكتئبة. يعني هادشي داخل في الدراسة ديال السلوكيات ديال الارانب، يعني شحال من مربي يعني كيحط الارانب يعني وصافي كيقول صافي انا راني داير الارانب، ولكن الناس اللي كيتعاملوا مع الارانب بالنظره يعني بالاحساس، يعني ماشي 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 الارانب خصنا نتعاملوا معاهم بطريقه اوتوماتيكيه، يعني صافي عطيناهم الاكل غادي يسمانوا، عطيناهم يعني زوجناهم صافي غادي يتزوجوا. لا، كاين واحد لا 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 كما كنقولوا بحال الاحساس، خصو يكون احساس متبادل ما بين المربي ديال الارانب و يعني التربيه ديال الارانب. يعني خاص المربي يكون كيحس بالارانب ديالو. مثلا غاتيكم واحد الحاله اللي راه يعني قدام عيني، راني يعني كنشوف فيها قدام عيني وكنشوف يعني كيفاش غادي نتعامل مع هاد الحاله. كما كتعرفوا باللي هاد الايام من الاحسن الواحد ما يزوجش الارانب ديالو. علاش؟ لان المزاوجه يعني الا زوجتهم في هاد الثلاث شهور ديال الصيف، يعني شهر 8 7 8 9، كيوقع ان داك الصغار ما كيستحملوش الحراره، لان الاغلبيه ديال الناس ماشي دايرين مثلا ما نقولوا كليماتيزور ولا شي نوع من التبريد. غادي يوقع ان ممكن انكم تفقدوا الام، ممكن تفقدوا الانثى الصغار ديالها. عفوا، منين الارنب او الارنبه كتقطع عليه التزاوج، لاحظوا شنو كيوقع. هذا الارنب هذا راه كان ديما يعني حيوي لواحد الدرجه ما تتصوروش. لاحظوا انه الان كيهضر معاك وكيقول لك سبحان الله، كيقول لك انني انا راني حزين. يعني هذه كتبان فكره غريبه، ولكن انا راني كنحس بهاد الارانب ديالي. لاحظوا ان هاد الانثى هادو راها والده، ولدات هادو الصغار ديالها، هادي كذلك هي راه الصغار ديالها هادو. لكن لاحظوا ان هاد الانثى عاود حتى هي شنو راه دايره، يعني كتاكل ماشي ما كتاكلش، عايشه مزيان، يعني الحاله ديالها جيده، ولكن لاحظوا انها ما احنا نقولوا حزينه، وكتقول لك كتعطيك اشاره باللي راه خاصها تخدم. لان هاد الارانب هادو اشنو خصهم يديروا على طول العام؟ ماشي كي ان غادي نربيهم ويبقاو غير جالسين، لا، هاد الارانب هادو كيبغيو انهم يتحركوا، يعني يخدموا معاك، يعني يتزاوجوا ويولدوا وينتجوا الانتاج، ماشي يبقاو غير جالسين. لاحظوا معايا ان شحال من واحد كيشد واحد الارنب مثلا ذكر وما كيتزاوجوش واحد المده، يعني كنقولوا واحد 3 شهور 4 شهور كيكون دايروا غير التسمين. حنا نقولوا هذاك الارنب بغيتي تشدو وتزوجو مع واحد الارنبه، غادي يلاحظ مباشره ان هذاك الارنب يعني ولا عقيم، يعني هو خاصو هذوك الحيوانات المنويه ديالو، داك الماء ديالو خاصو يبقى يتنتج مره، واخا كاع يكون عندك مثلا شي جار ولا وتقول له اعطيني النتوات ديالك نلقحهم لك عندي انا في سبيل الله. علاش؟ هي فعلا في سبيل الله، ولكن كاين سبب، وهو ان هذاك الارنب خاصو مره يحرك هذاك الحيوانات المنويه ديالو، ما يبقاوش راكدين هذوك الحيوانات المنويه. هذا الشيء بالنسبه للذكر، لكن بالنسبه للانثى عكس الذكر. الانثى ما 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 ما, ما تصاش بالعقم، يعني اذا كانت غير ولدت مره او جوج ممكن تخلي واحد المده وتزوجوها تولد. غير كاينه قضيه وحده انها ما خصهاش تسمان. دابا انا هاد الانثى هادي راني خايف عليها لان شويه بدات كتسمان. هانتوما شوفوا يعني الصدر ديالها كتبان شويه بدات كتوفى. غادي نقص عليها شي شويه الاكل باش ممكن انني نزوجها. راني ناوي انني ان شاء الله غادي نزوجها باش حتى هي عاوتاني تنتج واحد الخلفه اخرى. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا معايا بحال هكا يعني شي تساؤلات طرحوا شفتهم في لي كومونتير، قال لك واش ممكن انك الصغار انهم يكبروا يعني بهذا الحجم ويعيشوا مع الام ديالهم؟
هانتوما كما كتشوفوا راه تجربه، يعني هاد الصغار هادو ما عايشش مع الام ديالهم، ولكن راهم خوت، يعني راهم خوت، يعني لاحظوا انهم مابقاوش كينتفوا مع بعض من بعضياتهم الشعر، داك الزغب ديالهم، الشعر ديالهم ما كياكلوش من بعضياتهم، لانهم خوت وما كيتضاربوش. الا جبتي هاد الصغار هادو مثلا وتحطهم مع هاد الصغار، غادي يتضاربوا، غادي يبقاو ياكلوا من بعضياتهم الشعر. هذه هي اللي داخله هاد الحلقه، بغيت نهضر على السلوكيات ديال الارانب. خصنا حنا نفهموا نتعاملوا بذكاء مع الارانب ديالنا، ماشي غير حطهم في واحد البلاصه وصافي، ونعطيهم الاكل، نعطيهم الماء ديالهم، صافي راهم عايشين. لا، خصنا نبقاو نراقبوهم، نشوفوهم اشنو خاصهم. بحال دابا هذا هو انا كنحس به راه باغي شي حاجه، هو الاكل ديالو كياكل، ها هو كل شيء راه مزيان، الماء ديالو كيشرب، عايش مزيان تبارك الله الحمد لله، ولكن خاصو يتزاوج، خاصو في هذه الفتره هذه، لان دابا قطعتي لي شهر ديال التزاوج على حساب هذا الصهد هذا، ما بغيتش نزوجهم باش ما نضيعش فيهم، لان كاين المنطقه الشرقيه حنايا عندنا في المغرب، يعني الحراره بزاف كاع، يعني ما كيستحملوش الحراره، حراك عاد هذوك، يعني دوك الصغار اللي كيكونوا عاد الحيمات هذوك في الحقيقه ما كيصدقوش، كيبداو يموتوا. علاش؟ لان الام كيفاش التربيه ديال الارانب خاصها تكون كتغطيهم، يعني خاصها تنتف الشعر ديالها، هي الا ما نتفتش الشعر ديالها وغي ولدتهم كونوا متاكدين غادي تسمح فيهم، هي كتبغي تكون يعني الحال بارد، يعني تنتف راسها وتغطيهم وتبقى هي تدخل عندهم وترضعهم، هذاك هو الحاله الطبيعيه ديالها. اما في هذه الفتره هذه انا ان شاء الله غادي نبدا دابا باش نلقحهم من جديد باش يعطيوني خلفات اخرين ان شاء الله. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه مهمه درسوا السلوكيات ديال الارانب ديالكم. شفتوا واحد الارنب كيتحرك وحيوي، هذاك راه ارنب مزيان، شفتوه بدا غير جالس، سواء ارنب او ارنبه، يعني ذكر او انثى، الا شفتوا شي واحد غير جالس واخا راه عايش ولكن راه غير جالس، عرفوا راه كيخبركم انه باغي شي حاجه منكم، اما باغي يتزاوج مثلا، اما الارنبه حتى هي كتكون باغا تتزاوج، كيكون الموسم ديال التزاوج ديالها وداز الفتره ديال التزاوج ديالها خاصها تتزاوج. والاكل عاود كاين اللي الارانب ديالو كيعطيوه اشاره انهم باغي ياكلوا، يعني ملي كندوز حداهم كيبقاو هما كيتحركوا بواحد كيبقاو تخبطوا في الكاج، يعني كيقول لك اشاره اننا حنا راه باغيين شي حاجه منك، باغي تعطينا الاكل. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جام، ما تنساوناش بزر جام، دعمونا باش نزيدو نبقاو نعطيكم فيديوهات وتستمر القناه. كنشكركم بزاف، الى اللقاء في الحلقه المقبله.